مع الدكتور نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العامل والتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي. دكتور نادر، يمكن احنا محتاجين نتكلم أكتر عن كيفية تطوير العلاقة ما بين مجموعة البنك الدولي والقطاع الخاص في مصر. ماذا نفعل؟ خالص شكري في الأول لمعالي دولة رئيس الوزراء وللدكتورة رانيا للدعوة الكريمة للمساهمة في هذا المؤتمر الهام والحيوي. سوف أركز في هذه المداخلة على ما يقدمه البنك الدولي أو ما يمكنه أن يقدم في المرحلة المقبلة لتقديم الدعم المباشر للقطاع الخاص. طبعا أنشطة البنك شاملة وتشمل قطاعات محددة، سوف أركز على دور الدعم في القطاع الخاص للأهمية المنوط بها للقطاع الخاص في دعم عملية التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة. في الأول لو تسمحوا لي، كما أورد زميلي، هنالك 5 مؤسسات تكون مجموعة البنك الدولي. الأولى منها هي منظمة التنمية الدولية أيدا، كما أوردت معالي الوزيرة هذه تقدم منح وقروض حسنة للدول النامية، وتخرجت مصر يمكن لأكثر من عقدين بعد ارتفاع معدلات النمو والارتقاء إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، ولذلك تستفيد جمهورية مصر العربية من خدمات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وسوف أركز على هذا المنح. ولكن هنالك المؤسسة الثالثة وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC، سبق لزميلي شيخ عمر أن قدم موجز عنها. وهنالك مؤسستان أخرتان هي ميجا، مؤسسة الضمانات الدولية المتعددة الأطراف التي تقدم ضمانات للمستثمرين الأجانب في الدول النامية أو لضمان الاستثمارات القطاع الخاص المصري إذا أراد أن يستثمر في دول نامية أخرى. والمؤسسة الخامسة هي المؤسسة الدولية الخاصة بفض نزاعات الاستثمارات الدولية. يتفق البنك الدولي في شراكته الطويلة يمكن لأكثر من 5 أو 6 عقود مع الحكومة المصرية كل 4 سنوات على إطار شراكة بموجبة يتم تحديد الأولويات وأوجه الدعم اللي قدمها البنك، وتشمل 3 أوجه رئيسية: الدراسات والاستشارات الفنية، التمويل، وإذا افترضنا تمويل البنك يقدمه لجمهورية مصر العربية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يزيد على $1 مليار سنويا، ينقسم إلى 3 أنواع من القروض. جزء منها يدعم السياسات وهذا يمول الموازنة بصورة مباشرة، وهنالك برامج أخرى تشمل مشروعات استثمارية: طرق، مدارس، محطات كهرباء، دعم التعليم، دعم الصحة. وهنالك أيضا ضمانات يمكن يقدمها البنك للحكومة المصرية لضمان أنشطة القطاع الخاص. فهنالك يعني ويندوز أو إنسترومنتس مختلفة بتستفيد منها القطاع الخاص. إذا افترضنا أنه 2/3 مشروعات البنك الدولي تذهب لمشروعات استثمارية، تذهب مباشرة للقطاع الخاص عبر عطاءات أو مناقصات شفافة، لأنه القطاع الخاص هو اللي يتم تنفيذ مشروعات البنك الدولي. ولكن سوف أركز على الدعم اللي بيقدمه البنك المباشر للقطاع الخاص كما طلبتي في سؤالك، وهو بيتم عن تقديم مشروعات للقطاع الخاص والقطاع المصرفي كما أوجز زميلي الأستاذ محمد الأتربي حول هذا الأمر. أعطيك نبذة سريعة عن الدراسات اللي قدم البنك، مثلا تقرير تقييم القطاع الخاص، وهو كما زميلي هاني بزري في الجلسة السابقة، هذا تقرير شامل ويحتوي على تحليل للتحديات اللي واجهها القطاع الخاص المصري، وفي توصيات أتمنى أنها تسهم في إسراء توصيات المؤتمر. هنالك تقرير حول البنية، حول التنمية والبيئة، وأيضا سوف يتم إطلاقه في COP27. هنالك يتم تحليل دقيق قطري للمعوقات التنموية، وعلى إطاره تتم بناء الشراكة مع حاليا يقدم البنك الدولي مساعدات لجهات كثيرة تشمل إصلاحات مؤسسات القطاع العام والمؤسسات المملوكة للدولة، مجالات المنافسة، إصلاحات القطاع التجاري، تسهيل التجارة، الحصول على التمويل، الأذونات الخضراء أو التمويل المستدام.
لو أعطي نماذج سريعة جدا لثلاثة مشروعات، مثلا التمويل للموازنة في العام الماضي حوالي 300 مليون دولار، ويشمل إصلاحات متعددة في مجالات التجارة وفي مجالات العدل والقضاء وقانون مشاركة القطاع الخاص والعام. هنالك أيضا مشروع في حوالي 200 مليون دولار تستفيد منه مؤسسة التنمية لتنمية القطاعين الصغير والمتوسط سميدا، ويقدم خطوط تمويل أو خطوط ائتمان تدعم هذا القطاع كما أورد الأستاذ الأتربي. هنالك برنامج للتنمية المحلية في صعيد مصر، ويدعم إنشاء مناطق صناعية لدعم القطاع الصغير والمتوسط. هذه نماذج سريعة جدا لما يقوم به البنك. في الفترة المقبلة لو تسمحوا لي في عجالة، نتمنى أنه نساهم في تدعيم الأجندة الخاصة بزيادة تنافسية القطاع الخاص، ونتطلع لتوصيات هذا المؤتمر الحيوي والهام. يمكن في قطاعات مثل التنفيذ وثيقة ملكية الدولة من خلال مشروع يعد البنك للمساهمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية الهامة، في تدعيم أنشطة مجلس الحيادة التنافسي، في تحديث وتطوير أنظمة القضاء التجاري، في زيادة تدعيم مؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي أيضا في الدعم المؤسسي لزيادة قدرات جافية والمؤسسة الحكومية للدعم الاستثمار الخارجي. فهذه جس نماذج لقطاعات مهمة، نتمنى أنه يتواصل شراكتنا مع الحكومة المصرية في تقديم الدعم في الفترة المقبلة. شكرا جزيلا.